دعما للكتاب المغربي ومكافأة لمنتجيه وتنويها بمجهوداتهم، تواصل الوزارة تنظيم جائزة المغرب للكتاب التي تعتبر الأرفع من نوعها في المغرب اعتبارا لأسماء الحاصلين عليها خلال مسارها الذي يمتد إلى 49 سنة. في سنة 1968 إذن أحدثت الدولة المغربية جائزة المغرب للكتاب، حيث تم الاحتفاء بالثمانية عناوين لثماني كتاب باحثين أتتت بوديوم جائزة المغرب للكتاب في دورتها الأولى سنة 1968. لأول مرة السي محمد الفاسيه الذي أنشأ جائزة المغرب، فهو الذي اتصل بي رحمة الله عليه وقال لي ترشح الكتاب ديالك اللي هو كان طلع علينا، كان صورته من قبل كهدية، وداك الساعه كانت ما كاينش جائزه المغرب، ما قدمتوش باش نجي نحرز على الجائزه ابدا. ويمكنني ان اقول لكم مقدار هذه الجائزه الماليه 1000 درهم. ارجو من جائزه المغرب ان تكون لها القيمه المعنويه وان تكون لها الاشعاع المعنوي، وان يكون الكتاب الذي استحقها يستحق كذلك الدعايه الكافيه. وعلى امتداد ما يقرب من 5 عقود أطعت جائزة المغرب للكتاب أشواطاً كبيرة، سواء على مستوى مكانتها الاعتبارية والتنظيمية أو من حيث قيمتها المادية، كما توسعت أصنافها بالتدريج لتشمل فروعاً إبداعية وبحثية أملاها تطور الإنتاج المعرفي والإبداعي في المغرب. وعقب الترسيم الدستوري للغة الأمازيغية تم التنصيص على لغات المصنفة المرشحة، ومن بينها أساساً اللغتان العربية والأمازيغية والتعبير الحسان. وفي سياق التفكير المتواصل في إحاطة هذه الجائزة بكافة الضمانات المحصنة لمصداقيتها، تعززت المسطرة التنظيمية الخاصة بها بإصدار القانون الداخلي المنظم لعمل اللجان الموكول إليها بمهمة القراءة والتداول والبث في الأعمال المترشحة لاختيار أحقها بالجائزة. ومن شأن هذا القانون علاوة على توفيره للشروط المثلى لعمل أعضاء اللجان المستقلة أن يقوي الإطار القانوني والاعتباري لجائزة المغرب. وتشمل الجائزة في صيغتها الحالية 6 فروع. كان عندنا حرص أن نعطي للجائزة قيمتها الحقيقية بغض النظر عن الكاتب، لذلك فنتائج هذه السنة يعني كان التركيز فيها على الكتاب وعلى جودته. ونتمنى أن تتواصل هذه الجائزة لما فيها من دعم للكتاب، لما فيها دعم للكاتب، وما فيها كذلك دعم للثقافة المغربية. فالكتاب كان وما يزال وسيظل هو المعبر الحقيقي عن الواقع الثقافي لبلد ما. وبفضل القائمة المتميزة للأسماء التي حازت شرف نيل هذه الجائزة والتي تناهز 200 اسم، يمكن اعتبار جائزة المغرب للكتاب من المؤشرات الدالة على حيوية الجسم الثقافي المغربي وعلى تجدد دمائه المتواصل. يسعدني في وزارة الثقافة والاتصال أن نحتفي بالفائزين بجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2017، وذلك في سياق ثقافي وطني يتسم بإنتاجية وحيوية ملحوظتين، وضمن مسار تسعى فيه الوزارة وكافة شركائها الثقافيين إلى تعزيز وتطوير أداء المغرب الثقافي. أهنئ الأسماء الثقافية الفائزة التي أتمنى لها مزيدا من التألق، كما أهنئ كل أعضاء لجنة الجائزة على رصانتهم الفكرية وحرصهم على الموضوعية في اختيار الأعمال الفائزة. كما أود التأكيد بأن الوزارة حريصة على الاستمرار في تطوير هذه الجائزة التي قاربت 50 سنة من عمرها، وذلك من خلال تفاعلها الإيجابي مع الاقتراحات البناءة للفاعلين الثقافيين.